مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم في ليله جديده من ليالي عسيف. الليله اليوم مولعه من البدايه وكانت مع الفنان الجميل بلال الشامي وفرقته. ترى اليوم مستمرين الحلقه اليوم كلها وناسه ودقدقه. تدرون وياك انجا بدي مباشر. مساء الخير صابرين. مساء الورد فيصل ومساء الخير والنور على كل من يتابعنا عبر الاي تي في وتحديدا في برنامج على السيف. ومثل ما قال فيصل اليوم الحلقه مولعه بوجود الفرقه الحلوه اللي دائما تسعدنا في الكويت وبرا الكويت مع فرقه بلال الشامي. يقول مساك الله بالخير يا بلال. مساكم الله بالنور والكرامة. الله يسلمكم ويطول بعمركم. يسلم على الشباب الطيبين. مساكم الله بالخير جميع. شو اخبارك بلال؟ بخير عساكم وبخير. انتم اللي يعطيكم العافيه وعساكم مع القوه اللي مستمرين بهالبرنامج الحلو اللي يونس الناس. نعم. طول الاسبوع في يستضيفون الناس الطيبه والناس اللي يستفيدون منها. وعساكم على القوه. انا بقول شغله بيني وبينك. تلفين على عزابي شفت هالدقدقه بالبدايه والصلوات تراها تحمست كني بنوي بتزوج. على تزف عليك ترى بالعرس. ايه؟ احسن واحسن بعد بعد. وتدري شلون عيل؟ ايه؟ اليوم ان شاء الله باللقاء لك زفه مني ان شاء الله بعد. بث تجريبي. يلا توكل على الله. بث تجريبي وتوكل على الله. روح ليله معرس وياك. مستمرين معاكم اليوم ان شاء الله بالحلقه. تطلع حلقه ان شاء الله موفقه اليوم وطيبه ان شاء الله. ان شاء الله نشوفكم بعد شويه. اليوم حلقتنا راح تكون فيها فقرات متنوعه جدا. البدايه ستكون مع فنانه تشكيليه رائعه وراقيه جدا قدمت الفن التشكيلي والادب الكويتي من الروايه والادب. راح تكون معنا اليوم إنسانة راقية تدعى ثريا البخصمي بعد شوية. بعد شوية أكيد. نعم. نذكر مشاهدينا بفقراتنا لليوم. نعم. وضيوفنا معنا المصورة بسمة القرطاس. نعم. ومعنا اليوم أيضا فقرة خاصة بالفن الحلو. نعم. اللي سمعتم شوي راح نكمل إن شاء الله للنهاية مع فرقة بلال الشامي. نعم. وأكيد فقراتنا هالأسبوع راح تكون. نعم. مع دوما. نعم. ريهام وعلى وتر القانون المحامية. نعم. على السعيدي بعد شوية. وبعد هذا التقرير نستقبل ضيفتنا الأستاذة ثريا البخصمي. ثريا البقصمي نشأت في ظل عائلة فنية حيث كان يدها أحمد عبد الخالق البنا رحمة الله عليه مهندس معماري ويعشق الفن. ومن ثم اكبرت وهي محاطة بجو فني فشقيقتها التوأم فريدة ويجمع حب الفن والرسم كل أفراد أسرتها. وهذا الجو ساعدها كثيرا وشجعها على المشاركة في معارض وهي لازالت في المرحلة المتوسطة والثانوية. وبعد ذلك درست الفنون. كانت من البنات اللي محبون فعل أي شيء في حياتهم سوى الرسم وأن تصبح فنانة. الفن لم يغير مجرى حياتها بل هو كل حياتها. وسعيدة جدا لاختيارها هذا الطريق واستطاعت من خلال مشوارها الفني أن تحقق الكثير لذاتها ولوطنها. فضلا على أن حياتها كانت ممتعة جدا لأنها فنانة وتمارس شيء تحبه. الأديبة والفنانة التشكيلية ثريا حسن سلمان البقصمي. يا هلا فيك في برنامج عسيف. ونحن نعرف في ضيفتنا اليوم قلنا شخصية جدا راقية ورائعة. لما نتكلم عن الفن التشكيلي بالكويت لازم نذكر هذا الاسم مو بس بالكويت، بالكويت والوطن العربي وحتى اليوم الخليج. ثريا البخصمي علامة فارقة بالفن التشكيلي والأدب الكويتي والرواية. مساك الله بالخير. أهلا مرحبا. حياك الله معنا. شكرا على التقديم. حق واجب اليوم شفنا هذا التقرير ونقول ما وفيناش حقك بالتقرير مهما نحط ونقول ما راح نعطيك حقك. شكرا ما تقصر. شكرا. حياك الله. في البداية أستاذ احنا نرحب فيك نورتينا اليوم على السيف. في البداية الناس دائما تبي تعرف الأستاذة ثريا شلون كانت بدايتها ومن دعمها إلى اليوم؟ والله انا بداياتي طبعا مثل كل اليهال احب الرسم وكان يعني والدي والدتي كانوا وايد يشجعوني وطبعا انا عندي اخت توأم اسمها فريده. نعم. هم فنانه. فاحنا يعني اعتقد كان في بدايه الستينات سكننا منطقه الشويخ وكان ابوي باني بيت قلعه. نعم. لان مثل كل الرجال الكبار يعني من جيله ان عياله باكر الزوجه يسكنون عنده. نعم. وما شنو هذا فتارس البيت غرف. حلو. فكان في طابق كامل فاضي فكان ابوي معطينا كامل الحريه. نعم. كل يومين يسوي لنا مرسم في غرفه. نعم. ف
وهو كان وايد يشجعني والوالدة بعد وطبعا كان في تشجيع من المدرسة. وأنا من صغيرة يعني في يهال من هم صغار يعرفون شو بيصيرون. نعم. وفي يصيرون ريايل وعندهم عيال وعندهم يعني ما يعرفون شنو يبي يصيرون. بالضبط. ولما يموتون ما يعرفون شنو يبي يصيرون. ماكو أهداف يعني في حياتهم. إيه. فأنا من طفولتي أنا أدري إني أنا لا كبرت أبي أصير فنانة وبأدرس فن، وكنت يعني أنا معجبة وايد في بيكاسو فكان ودي أصير مثل بيكاسو. نعم. إيه. كنت ساعات حتى ساعات أرسم مثله. فهاي كانت بداياتي. بعدين أنا حققت حلمي بالدراسة. نعم. رحت القاهرة بداية السبعينات درست هناك. وبعدين قال عريسه خطفني على حصان ابيض. واحنا نقول يا بخته فيك. ها؟ يا بخته فيك فنانه وذوق وراقيه. شكرا. فتزوجت وكان زوجي بيروح يكمل دراسته في الاتحاد السوفيتي ذاك الوقت. نعم. ورحت معاه وبديت مرحله ثانيه من حياتي ودرست 7 سنين هناك. حلو. طبعا هم ما حسبوا ملوت القاهره يعني فراحوا عليه بس مو مشكله. صحيح. هو اي شيء واحد بالحياه يعني ياخذ خبره. اكيد طبعا. بعدين بعد القاهره رحت عشت بالسنغال 4 سنين. كان زوجي دبلوماسي وش اسمه. وبعدين رجعت الكويت سنه 84. اول شيء سويته بديت اضيع بالشوارع. تحتاج وقت ديرة. ما يتعود على هذه الامور اليوم انت شخصيا. لا لا كان كله مكتوب مخرج. ايه. وانا ساكنه ببيان الاقي روحي بالاحمدي. لا ومره انا رايحه مستشفى الفروانيه وصلت بعد الجهره ولقيت دوريه كان اقول لهم وين مستشفى الفروانيه هاي بالثمانينات. قلت ابي فرع البصره انت ترى على الحدود. احنا اليوم لما نتكلم على اسره ثريا البقصم اليوم اسره فنيه اليوم يدك الاستاذ احمد عبد الخالق البنا مهندس معماري وايضا شقيقتي الشتوى الاستاذه فريده بقصمي. يعني الاسره الفنيه موجوده والفن دائما. بناتي بعد فنانات. نعم. إيه. انا ودي انتقل اليوم في ذاك التوقيت يوم بديت تدخلين في موضوع الرسم. مدى تقبل المجتمع الى البنت انها تدخل في المجال الفني وخصوصا الفن التشكيلي؟ كان تقبل رائع. نعم. بالعكس حتى اذكر في برنامج اسمه مع الطلبه استضافوني انا واختي وعطونا وقتها وزاره التربيه تبعها عطوني الوان كفتني حتى للجامعه وخامات فنيه. نعم. إيه. فكان في تشجيع من المدرسه. نعم. من ما قلت لك الوزارة نفسها. افتحوا باب البعثات لدراسة الفنون طبعا افتحوها بالستينات يعني نهاية الستينات. فكان الموضوع وايد سهل ومو معقد وياخذون أي نسبة. يعني أنا بالمدرسة ما كنت وايد شاطرة بس كان طول الوقت قاعدة بالمرسم. فاللي أقول إنك أنا في حياتي كلها عمري ما حسيت إنه في يعني أحد واقف يعني ضد الفن قصدي إلا مرة أنا سويت معرض بال 96 كان كله عن الملائكة. ما أدري في أي جريدة كتبوا أني صرت مسيحية بس ف يعني هو طبعا دائما في ناس تعارض وما شنو هذا بس أنا شخصيا ما أدري عندي أجنحة كبيرة وأجنحتي قوية صعب اني انكسر. طيب استاذ اليوم في السابق كان التحرر للمراه شويه ممكن يكون اكثر من الحين من ناحيه اللبس من ناحيه الفكر في فترات السبعينات واواخر الستينات كان التحرر جدا كبير للمراه. ايه. نعم. ايه الحين دشينا عش الدبابير ها. ما هو يعني طبعا احنا كمجتمع طبعا تراجعنا كثير عن نعم. المكاسب اللي حققتها المراه. بالثمانينات وأقول لا الثمانينات لا منتصف الثمانينات للأسف الشديد طبعا التيارات الفكرية المتطرفة اللي انهلت علينا من كل صوب وايد شوهت المجتمع. فالمرأة هي بروحها بتأثير هالتيارات تنازلت عن كثير من حقوقها ومن حريتها الشخصية وبدت تتقوقع ويعني في حتى ناس سووا تحريم في الفن حرام. ليش ترسمين اوادم هذول لازم تعطينهم روح يوم القيامه. ابي وراي شغل وايد انا هذا كله ارسم حريم ودخلنا بعد في مسمى الاصنام. عدل الاصنام هذا هو اذكر بال 69 70 كذي كان جمعيته في التشكيليه في نحاتين جيدين كانوا بالكويت الله يرحمه عيسى الصقر وفي خزع القفاص مجموعه فمساكين مسوين تماثيل وحاطينهم على سور الجمعيه يو بكسرونهم. انتوا
تحطون أصنام. وطبعا مثل ما تشوف الكويت يعني كل عندنا شوارع وما فيها نصب تذكارية حلوة وتزيينية كلها، يبون شركة تحط شوية سيامة فوق بعض وتشمليت كنا شو اسمه كنا قرقيعان كذي شيء يخرع وتقول هذا نصب تذكاري. فا إيه التحريم معنا إحنا في مجتمع يعني ناس يعني مخوخة متفتحة يعني عقولها متفتحة ما تبتي تعبد صنم ولا تعبد تمثال، هذا انتهى خلص. فأنا شو أقول لك يعني هذا الحكي راح يفتق جروح وايد. صحيح. خلينا ندور لنا صيدلية. الله يبعدنا عن الجروح إن شاء الله. طيب أستاذة يعني الوالد هو اللي شجعك. الوالدة بعد. إيه نعم شجعك على السفر برا والدراسة يعني في فترة الفترة العمرية اللي كنت فيها، يعني هل هناك كانت ثقة في المرأة لهالدرجة أنه ممكن أخلي بنتي تسافر تدرس برا وتطور نفسها؟ لا أنا والله ما كنت صغيرة وايد. لا لأن أنا قضيت طفولتي 3 سنين درست بلبنان. نعم. بالخمسينات وبعدين صارت حرب ورجعت الكويت، فالثلاث سنين ما انحسبت. نعم. وبعدين كم سنة خذيتهم دواويح مني منك، إحنا أول كانوا يحطون لنا دواح. دواويح. أيوة. كيكة. إحنا لحق أنا لحقت على الدواح الحمراء. لحقت على الكيك. لحقنا على الكيكة. فأنا يعني تقريبا ضاع مني كم سنة بالرجلين على قولة المصريين. بعدين يعني دخلت الجامعة في بداية سنة 1 إيه، بعدين لما خلصت المدرسة بالسبعين وتقديري كان زين رحت وزارة التربية قدمت أوراقي حق الموجه اللي كان مسؤول. نعم. إيه هذا قال لي أنتي رح طلعت لك بعثة أمريكا سافر ورجعي تلقينها جاهزة. جيت ولا الريال قاط أوراقي بالدرج طاك عليهم وراح أمريكا. فراحت علي سنة كاملة. في سنوات ضاعت يعني. إيه ضاعت إيه. وبعدين لما درست بالقاهرة كنت سنة ثالثة تقريبا زين رحت موسكو، كان يقولون الروس نيت 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 هذا ما ينفع. ليش؟ ما عجبهم الستايل المصري في التدريس فخلوني أعيد من جديد. فهذا 9 سنين راحوا كذا. بس كل هذا مو مهم، أنا دراستي كانت في موسكو طبعا حياة كانت وايد صعبة وأنا كتبت رواية عن هالموضوع هذا، بس تعلمت وكان يعني وايد يعني استفدت وايد. تعلمت روسي؟ لحين حافظة ولا راحت الكلمات؟ إن شاء الله. لا بالعكس هاي لغة أنا حافظت عليها مع اللغات الثانية اللي أعرفهم طبعا. بالعادة شلون يقولون مساء الخير بالروسي؟ دوبري فيتشر. دوبري فيتشر. أي دوبري فيتشر. حتى لغتهم كأنها هواش. بالعكس لغة شاعرية وجميلة وفيها موسيقى. يعني هو أي لغة في العالم إذا تدش مع الناس وتعرف الشعب وعاداتهم وتقاليدهم وشنو هم أصحاب نكتة وظريفين. وقعدتهم وايد حلوة. نعم. وأنا للحين يعني عندي أصدقاء روس. حلو. طبعاً الحين قطعت الاتصالات. نعم. بس قصدي يعني هو شعب ظريف وصاحب نكتة ما شاء الله. إحنا متهيئين إنهم مهاوشتية. وعشقين الفن. فكرة إنهم تفهم شوي. طبعاً. نعم. أي الفن كان أنا هذا اللي حسيت يعني كنت في موسكو كنت كل يوم أروح متحف معرض ما شاء الله. يوم رحت السنغال يعني. ماكو شيء. طحال. يختلف الوقت. طيب استاذ ايش رايك الحين نشوف هذا التقرير ونرجع نعلق عليه. اوكي. ثريا المخصمي هي شاعره وروائيه وقاصه وفنانه تشكيليه. يعني ثريا المخصمي في البدايه هي قدمت الكثير من المعارض الجماعيه او شاركت معنا في المعارض الجماعيه وعندها معارض شخصيه، وهناك في القريب الماضي في الماضي الغريب كان هناك لها عرض في احد متاحف الفنيه في الشارقه، ونتطلع ان شاء الله بانتظار المفاجاه اللي هي راح تقدمها لنا، وهي تقديم 1000 عمل فني واحنا في انتظار ابداعاتها. الفنانه ثريا البقسمي فنانه من الصف الاول من الفنانات الكويتيات اللي طلعوا على الساحه الفنيه الكويتيه، لها يعني لها مساهمات كبيره في وقتها، وخاصه في وقتها كان الفن يختصر على يعني قله قليله، وذاك الزمن ما كان في فنانات كثير في الكويت أو في الوطن العربي. ثريا عندها نشاطات أخرى غير الفن التشكيلي، تكتب قصة، تكتب مقالات، تشارك في مقالات في المجلات والجرائد، ألفت كتب،
وما زالت يعني نشيطة في هذا اليوم. شو الشعور اللي قاعد تحسين فيه لما تشوفين اليوم الإشادات من شخصيات متنوعة ومن أجيال متنوعة ومن أعمار متنوعة وهم يتكلمون؟ والله أنا سعيدة رأيك. يعني هذا شيء اللي أطمح له وشيء اللي هو يعني يمنحني السعادة. نعم. لما أنا ألتقي بناس في أي مكان. نعم. ويقولوا لي أنت فنانتنا يعني يقولوا لي حكي حلو، هذا تقدير جميل. وطبعا هذا لزملائي فنان نور عبد الهادي ومشعل خلف اللي مسؤول عن الفنون التشكيلية، فهي كانت مفاجأة بالنسبة لي بس حلوة. تستاهلين كل خير أكيد. أكيد. ودي أتكلم معك اليوم عن معرض الشارجة الأخير. نعم. ودي أسولف معه أكثر بسعب عن هذا المعرض. إيه. هو بالشارجة عندهم متحف الشارجة للفنون. نعم. عندهم تقليد سنوي، هم كل سنة يختارون فنان من دولة عربية فن سوى علامة فارقة في بلده، يعني في الحركة التشكيلية في بلده. فسنة 2017 اختاروني أنا، قدموني كان أكتوبر 2017. والحلو أن القائم على المعرض يعني نسق المعرض ونسق الأعمال وسوى الكتاب وسوى الفيلم كانت بنتي منيرة. هي طبعا هي معها دكتوراه بالفنون من جامعة طوكيو، هي اللي رتبت حق كل شيء. وبعدين يعني قدروني تقدير أنا ما حصلت عليه ولا مكان. يعني أول شيء كان المعرض 4 طوابق 300 عمل فني، لأول مرة صالتين كبار بس حق فني خلال فترة الاحتلال. لأول مرة أعرض رسوم الصحفية اللي أنا رسمتها في مجلة العربي والكويت والجرائد والصحف الكويتية، ورسوم كتبي وكتب الأطفال اللي سويتها قاعة كاملة حق هالشيء. كان في أرشيف كامل لنشاطاتي، وهذا غير محاضرة، غير 4 محطات تلفزيون غطت الحدث، والسفارة الفرنسية القسم الثقافي لمدة أسبوع كامل يحط عن المعرض، السفارة الكويتية اعتذرت ساعة قبل الافتتاح. اوكي زين احنا جايين. نعم. كونا ما شفتهم ما ادري وين اختفوا. نعم. زين ف يعني هذا كان حدث كبير على مستوى الكويت. صحيح. بس انا في المقابل يعني من الناحية الإعلامية ما شفت شيء. زين. نعم. اوكي يلا بعد شو نسوي؟ مثل ما قلنا كرامة لنبي في ارضه. هذا عتب استاذه يعني. نعم. لا هو معتب يعني معتب بس. نعم. انا كنت وايد سعيده ان حكومه الشارجه كرمتني بهذه الطريقه، والكتاب بس اللي طلعوه عني يعني كان شيء خيالي وغير يعني معرض كلفهم الشيء الفلاني. بس هم ما عندهم مانع ان يقطون على الثقافه والفن. نعم. يصرفون مبالغ خيالية على المعارض اللي يظنونها والفنانين اللي يبونهم. حيل مهتمين صراحة لحكومة الشارجة في هذا الأمر. حيل مهتمين. نعم. مو بس الشارجة. نعم. يعني حين كل الخليج يعني انت اذا واجهت اي بلد في العالم ثقافة. هو النشاط الثقافي. نعم. والفني. نعم. هو مو واجهته بنايات طاقة السماء كأنها أقلام رصاص. شيء ما احبهم انا. ولا واجهته فلوس وميزانيات وما ادري شنو هذا، ولا واجهته كل هالحكي هذا. يعني الفن والثقافه هي مرايه الدوله. هي إيه الثقافه، الكتاب، الفنانين التشكيليين، ما شنو. احنا اللي نصنع الحضاره. صحيح. احنا بعد 100 سنه اذا واحد بيقرا تاريخ الكويت يدور علينا، ما يدور على ارصدتنا بالبورصه ولا بالبنوك ولا حتى مع احترامي يعني الرياضيين. نعم. ما يدور على جوتي رياضي، يدور على لوحه فنان. صحيح. والله يا استاذ الكلام اللي قاعد تقولينه اليوم يحز بالخاطر. احنا ككويت وين كنا وين وصلنا؟ راح اتكلم معاك عن 1000 لوحة، وراح اتكلم عن الشخص اللي تبناك لرواد دبي، معرض رواد دبي. راح نتكلم عنه وبنشوف ديرتنا كرموج ما كرموج. احس انه في القلب قصه. بعد الفاصل راح نسولف عن هالموضوع. يمكن قصة بعد. مستمرين معاكم مع حديث شيق جدا مع الأستاذة والفنانة المبدعة الأستاذة ثريا البغصمي. راح نتكلم عن مشروع الـ1000 لوحة. إيه مشروع الـ1000 لوحة. قبل سنتين بنتي منيرة جت قالت لي ماما أنتي كبرتي وانا بعطيك مشروع تسوينه عشان لا تكبرين. نعم.
قلت لها شنو وجه؟ تقول لي تسوي معرض من 1000 لوحة. قلت لها ميرا أنت مو صاحية تبتذبحيني. شنو 1000 لوحة؟ كنت تقول لي لا هذا يصير أنت يعني سريعة في العمل ونشيطة وهذا رح يخليك يعني على طول أكثر في المود مال الآرت. نعم. أنا بشكل عام يعني أنا دائما كل يوم أدخل مرسمي أشتغل، أنا متقاعدة فكان التقاعد حلمي. المهم أول شيء جربت وبعدين توصلت لسيستم أسويه وبديت أشتغل. حلو. وبدأ الرقم يكبر والحمد لله خلصتهم 1000 لوحة، بس الحين أدور مكان أعرضهم فيه. الحين المكان ما بين. لا ليه الحين المكان يعني أنا قاعد أفكر في كذا مكان لأن يبي له قاعة كبيرة وايد عشان أعرضهم فيه أو طوابق يعني إحنا ننتظر مع أو طوابق. لا 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 هو لازم كله ينعرض في محل واحد في مكان واحد ويبي له طبعا الموضوع سبونسر بعد يعني يبي له رعاية لأنه مكلف هو. بس أنا كنت سعيدة يعني أنا كنت يومين أدخل مرسمي 9 ساعات ما شاء الله أشتغل وعلى طول يعني هذا فعلا كان تمرين رائع صحيح. حق روحي وحق يعني حق صحتي وهذا وسعيدة أن أنا قدرت أنجز هالشيء. يمكن أدخل في موسوعة جينيس ما أدري نتمنى إيه. بس هو جاهز وطبعا الحين موسم المعارض راح ينتهي تقريبا من ندخل رمضان بعدين ما كل شاء الله بعد رمضان بعد الصيف ان شاء الله. بس احنا لازم نحضر المعرض ان شاء الله اذا صار بالكويت نتشرف بحضورك. شكرا. انا قلت مساع موسوعه جينيس ووصلتي لها تستاهلينها. شكرا. يعني هذه ما هو شيء غريب. انت اليوم شخصيه يعني نتكلم شخصيه اعلاميه ايضا وصحفيه وفنانه تشكيليه واديبه وقاصه، يعني شخصيه ما هي سهله. اليوم نتكلم على هذا الاسم واقول ثريا البقصمي وينها من التكريم؟ اليوم الكويت فيها جوائز إيه؟ نتكلم على جائزه الدوله التشجيعيه والتقديريه، ولكن اليوم ما شفنا هذا الاسم يكون موجود. انا جامعه الكويت نعم. 2017 كرموني كليه الاداب وكانت بادره رائعه منهم يعني كرموني. طبعا انا شاعره بعد عندي 3 دواوين شعريه زين يعني شاعره راح نتكلم عنها حاطينها من ضمن المحاور. لما اقول شاعر ابتسم لان هذا انا وايد احب اسوي هالشيء يعني وايد احب اكتب شعر دو. المهم فكرموني بشكل رائع وكان وايد حلو. نعم. بالنسبه للجهات الثانيه الرسميه يعني يمكن ينطروني بعد 70 شيء كذي. الله يعطيك الصحه. معنى يعني بعد 70 لان باقي لي 3 سنين اصير عمري 70. العمر كله يا رب. ما شاء الله الشغف قاعد يزيد ويكبر معاك. اي طبعا والطموح ما له سقف يعني والقمه تتسع للجميع ان شاء الله يعني صحيح. انا كل ما اشوف فنانين شباب حتى من جيلي اي واحد ينجح يحصل انجاز ما شنو اكون انا جدا سعيده. حلو. سالتني عن التشجيعيه انا حصلتها مره واحده في ادب الاطفال وهذا كان من زمان، ومع اني قدمت وايد على التشجيعيه في مجالات مختلفه بس ما كان لي نصيب. كنت بتزوج يعني. وانت تستاهلين هذا التكريم التقديري اكيد. عندنا استاذه صور راح نشوفها نسترجع ذكرياتك الحلوه ونتكلم عنها. اوكي. ايه هذا نعم هذا الصوره اتوقع كانت ممكن تكون بالغزو على الاحتلال. لا هاي اول معرض لي صار بعد الاحتلال. سنه 91 في المركز مركز التجاري في لندن. لا هذا كان في اسكتلندا هذا المعرض، واللوحه اللي وراي اللي اسمها لا للاحتلال هاي ملصق انا سويته 4 اغسطس 90 وكان اعطيناه حق المقاومه يوزعونه بعدين صادوا مجموعه منهم وعدموهم. نعم. فانا الغيت الفكره وخشيت هذا احتفظتي فيها. اي خشيت اي لان كان ممكن انا هاي انا مع اختي التوأم فريده يعني عمري 5 سنين كنا ندرس في لبنان وكنا كان عمري 5 سنوات انا وياها. كانت تجربه صعبه جدا. نعم. يعني كنت اطلع في الثمانينات كنت اطلع في برامج شو اسمه مسابقات ما مسابقات مع خالد الحربان التلفزيون الكويت كنت توني راجعه وهذا مشروع انا كنت مسويته حق الديوان الاميري. ما شاء الله. هني انا واختي التوأم فريده واللي بالوسط ناهده. حلو. هاي كلها بالبيروت.
أنا في سن المراهقة جكرينا شوية. لا بالعكس زين زين. وهذا مع والدي الله يرحمه. رحمة الله عليه اليوم. أنا ما تحطون كل الصور راح نقعد للصبح. أني أنا مع واحدة من اللوحات يعني كلها بالثمانينات يعني أني أنا طالبة في مدرسة قرطبة في منطقة الشامية. نعم. هذا معرض أني أول سنة رحت موسكو أدرس. ما شاء الله تاريخ حافل وسفر. نعم. وإبداع وأكيد اسم يعني يبرز المرأة. أنت مثال للمرأة الكويتية الناجحة المتميزة دائما رافعة اسم الكويت دائما. شكرا بالعالي. شكرا. أستاذة بنتكلم شوي عن العائلة. منو في العائلة من بناتك أو من يعني الناس القريبة منك خذت هالموهبة منك؟ بنتي منيرة. نعم. قلت معها دكتوراه من جامعة طوكيو 10 سنين درست باليابان وهي فنانة متميزة وما شاء الله عليها يعني خلال سنتين قدمت معارض ممتازة وعرضوا لها في أماكن كثير من العالم. عندي بنتي الثانية فاطمة هم فنانة تشكيلية بس هي الحين متجهة أكثر للموسيقى هي كومبوزر ملحنة. وبنتي الكبيرة دكتورة أسنان طب الأسنان بعد فن. أكيد. بس أنا ما رديت على سؤالك عن التكريم سوري ما يخالف. لا حبيبتي التكريم يعني هو طبعا جائزة الدولة التقديرية تدري يعني أنا مستغربة أن دولة مثل الكويت ليش بس 3 جوائز يعني هو كل واحد يعطونا أظنتي 15,000 ماش كثر. المهم يعني ما عندهم ميزانية يزيدون هالجائزة شوية ينوعون أنواع الفنون اللي ممكن يعني تدخل في هالجائزة يعني 3 بس متهيألي بحكومة بنغلاديش تعطي جوائز أكثر يمكن. بعدين الجائزة هذه من وجهة نظري أنا لازم أعطيها اسمها جائزة الثقافة والفنون. صحيح. أنا أعطيها فعلا لناس قدموا شيء للثقافة والفن يعني سنة من السنين عطوه حق وكيل وزارة عطوه حق رجل أعمال عطوه حق ما شنو لا لازم يكون في اختيارات يعني. صحيح. لازم يكون في فعلا لجنة تقيم الجهد اللي قدمه هذا الإنسان طول هاي السنوات ويعني يحصل عليها. نعم. والجوائز بشكل عام طبعا تقدير جميل بس هي بالآخر تحصيل حاصل. نعم. زين الجائزة مو هي اللي تعطيك قيمتك قيمتك في تقدير الناس لك. أكيد. صحيح. أكيد هو الأساس اليوم حب الناس ومتابعة الناس هو الأساس اليوم. أنا أطلع بالشارع ولا أتمشى الناس تقعد معاي وتسولف معاي وتعطيني رأيها وتصور معاي. اليوم أنا أكلم شخصيات يمكن وايد كانوا مستمتعين يوم درنا اليوم أنت ضيفة عندنا. صحيح. الله قالوا ويا ريا البخصمي شخبارها وين دنيتها يعني وايد ناس مستمتعين في هذا اللقاء. على طال المعارض شوية أنت اليوم سويت معارض في جميع بلدان العالم. عرضت وايد اماكن حتى ارتيل اي بس افغانستان هذا موضوع أفغانستان ثاني. افغانستان هو الاقرب لقلبك ليش معنى يعني شلون ايش معنى ما افغانستان يعني؟ افغانستان هو الاقرب لقلبك المعرض اللي استوى هناك هو الاقرب لك ليش اقرب لي انا لما رحت هناك كان مغامره يعني اذا امشي على الرصيف اوكي اذا امشي على الرمل اطير كله الغام يعني. نعم. منطقه كانت صج طالعه من حرب بس للحين. نعم. الوضع وايد ماساوي. بعدين أنا كان حلم حياتي إني أروح كابول. وطبعا اختاروني معهد جوتا الألماني عشان أنا أتكلم روسي وفارسي. والناس هناك يتكلمون هاللغتين. فكان التواصل معهم سهل. فلمدة أسبوع سويت ورشة في كلية الفنون مالتهم والمعرض اللي سويته كان وايد حلو. ف يعني هاي واحد من الأماكن اللي أنا ما أنساها. أرتيري رحت سويت معرض هناك. نعم. وسويت معرض في فيتنام وفي فيتنام الناس كانوا بالموتورسايكل يدشون قاعة المعرض. لأن كلهم على سياكل يدشون في سيكل يدشون في المحل المعرض كل مكان. نعم. فشفت أماكن كثير في العالم بس معرضي هالسنة بدبي كان وايد مميز. حلو. وانت تستاهلين كل خير إن شاء الله موفقة في كل ما تقدمين سواء من المعارض ومن الأدب ومن الفكر ومن القصة. صحيح. يعني كل شيء جميل يوم قاعد تقدمينه. ودنا نسولف عن شغلة جدا مهمة. نعم. ترى البخصمي بين الريشة والقلم. بين الريشة والقلم. نعم. قبل لا ننتقل لنقطة ما يخالف. تفضل خذ راحتك.
دعوني في أرت دبي هذا اللي صار أن أشترك في ندوة. إحنا كنا مجموعة من الفنانات، مو الفنانات يعني، في المهتمين بالفن، كل واحد يتكلم عن الفن في بلده. فأنا تكلمت عن الحركة التشكيلية بالكويت وشوية عني وهذا. بعدين سألونا سؤال واحد، دولة شنو عندكم قدمت حق الرواد؟ قلت يعني إحنا بشكل عام مو بس بالكويت، في كل العالم العربي واحد يكون رائد في مجاله ما شنو يعني، يذكرون بصراحة لما يموت. لما يموت يبتدون يدورون على لوحاته، يتصلون في أهله، عندكم لوحات بتبيعونهم؟ وي مات خلنا نلحق عليه. يمكن حتى هو بالإنعاش يبتدون يدورون لوحات. فأنا هاي بس هالنقطة بغيت أقولها. ومعرضي في أرت دبي كان حلم أنا كان ودي أحققه يعني. كنت دائما أحلم أن أعرض في أرت دبي، بس العرض هناك وايد مكلف يعني، أسعار خيالية. ففي جاليري اسمه جاليري حافظ سعودي، شافوا أعمالي في الشارجة ورشحوني أني أقدم معرض هناك. والحين بعد إن شاء الله عندي برمضان معرض في جدة. هم رشحوك ولا تبنوك؟ تبنوني. تبنوني ما يخالف. فأنا اللي بقوله أنه حلو أنت يعني كفنان خليجي تلاقي فنانين أو مؤسسات من دول خليجية ثانية تهتم فيك وترعاك وتقدم لك أشياء جميلة. أكيد مثل أكيد صحيح. أكيد. نرجع حق سؤالك اللي نسيته. الريشة والقلم. الريشة والقلم، إيه هذا سؤال دائما كان يسألوني، ليش تكتبين ليش ترسمين؟ زين ليش يعني واحد ممكن يكتب ويرسم ويرقص وكل شيء يسوي؟ صحيح. يعني الفن ما له حدود ولا يعني، في ناس يسوون أكثر من أشياء يعني. طبعا أنا ما بأقارن نفسي بالعظماء، بس دافنشي كان مهندس وكان متعدد المواهب يرسم، وكان يعني في ناس كانوا أطباء ويرسمون، أطباء كانوا أدباء يعني. فبس هو نوعين من التعبير، أنا أحبهم اثنينهم. بس بصراحة بصراحة يعني الفن هو ماخذني أكثر، هو عالمي الأكبر يعني. الكتابة عالم حلو، بس الفن هو عالمي الأكبر. طيب شنو يعني لك هذا الكتاب اللي كتبته دكتورة باربرا منجلاك؟ بخلاك إيه وي هذا عتيج واللي جيت وإيه. إيه هو هذا كتاب، هي جت وكنت أنا جزء من رسالة مو دكتورة يعني، بحث كانت تسوي عن الفنانين. بحثت عن وايد فنانين في المنطقة وفي الخليج، وكتبت عن الكاتبة القديرة ليلى العثمان. فهي جت وقابلتني وكتبت عني هذا الكتاب، وهي يعني أساس كانت تبي تبين إنه أنا ممكن أمسك بالريشة، ممكن أمسك بالقلم. نعم. إحنا اليوم استمتعنا بلقاك وياك اليوم للأمانة، ولقاء كان جدا مثمر. وإحنا اليوم يعني مهما نتكلم ومهما نحكي ما نعطيك حقك. أنت اليوم قامة فنانة لك اسم جدا ثقيل عند الناس، عندك محبة في قلوب الناس. إحنا اليوم قاعدين نحاورك وإحنا نحبك ومستمتعين جدا وإحنا نقابلك. شكرا يعني لقائكم هذا أكبر تكريم لي. وأنا وايد سعيدة إن كوني فنانة كويتية، وإن طوال هاي السنوات أنا قدرت يعني أعطي وأقدم. وبالآخر أعتقد إن التاريخ هو اللي يحفظ جهد الناس. وأنا سعيدة إني أنا موجودة بالكويت وإني كويتية، لأن هذا شيء جميل جدا يعني. أحب وطني وأعتز بجنسيتي، وعطائي هو بالآخر حق الناس. صحيح. احنا نتمنى لك كل الخير والتوفيق. شكرا. يا رب طولة العمر ومن ابداع الى ابداعات. شكرا. لا نهايه لها. شكرا. ما نسيت تسالوني اي شيء. لا امورك كلها ما شفتها اكثر واكثر ما شاء الله يعني تاريخ حافل. للامانه انا فيصل كنت اقرا الاعداد وكنت ابحث عنك، وقاعد اقول ما شاء الله نبتدي من وين وننتهي عند وين، لان ما شاء الله تاريخ طويل. ابي اعطيك الصحه والعافيه، مفاجات على السنوات الجايه ان شاء الله. راح استمر وما راح اوقف، وعندي كتاب الحين روايه قاعد اشتغل عليها بانتظارها اكيد تصدر السنه الجايه. ويعني اللي نقدر نسويه واحنا ناطرين الدعوه مالت الالف لوحه. ها الالف لوحه جاهزين. نبي طوفه بس تحمست عليك. ابي مكان اعرضها ان شاء الله. ان شاء الله. الساعه المباركه. حياك الله. احنا مكملين معاكم ان شاء الله بعد الفاصل.